السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطني عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة شاب من فرسان التغيير، وهو السيد أبو عزام، صاحب مؤسسة عزام لتجارة قطع السيارات الكورية في منطقة القويسمة، وهو أشهر من أن يعرف في هذه المنطقة. سيد أبو عزام، نرحب فيك ببرنامجنا الوطني. مسكي لك مساء الخير بداية. مساء الورد. سيد أبو عزام، بالبداية أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع وفي هذه المنطقة، منطقة القويسمة. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد أبو عزام؟ تفضل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشرف عزام المتولي، مواليد عمان الأردن لعام 1990. حياتي المهنية بدأت يعني بعد ما خلصت صراحة دراستي بالثانوي، وبعدها انتقلت للعمل مباشرة في مجال قطع غيار السيارات. جميل. يعني سيد أبو عزام، نتحدث عن تأسيس هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة عزام. مؤسسة عزام والله صراحة تأسست في آخر 2011 لغاية اليوم، والحمد لله. الحمد لله. بشكل عام سيد أبو عزام، نتحدث عن أبرز الخدمات داخل هذه المؤسسة. والله احنا بنحاول نوفر يعني حسب طلب السوق مجال قطع غيار السيارات، رغبة الزبائن في قطع غيار السيارات. نعم. يعني القطعة بنحاول نأمن جودة قطعة عالية وسعر مناسب للزبون. نعم. بحيث يتناسب يعني مع المواطنين بشكل عام. نتحدث عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نتحدث عن هذه القطع، نتحدث عن الاستيراد والتصدير هذه القطع من اين؟ والله القطع هاي كلها مستوردة الحمد لله من كوريا الجنوبية. نعم. سافرت عدة مرات على كوريا الجنوبية. يعني لك استولات وجولات. نعم. والحمد لله توفقنا وشحننا بضائع كثير والحمد لله رب العالمين. نعم. جودة هذه القطع هل هي بجودة عالية؟ صراحة كلها إن شاء الله بجودة عالية، وإحنا طبعا أي زبون بيجينا بنعطيه كفالة على القطعة. يعني جميل. لأنه أغلب القطع المستعملة ما بتبين غير يعني صراحة غير على التركيب، يعني التركيب. نعم. فحص على التركيب. نعم. والحمد لله الأمور تمام وماشي الحمد لله. كيف شو بتتميز هذه المؤسسة، مؤسسة عزام لتجارة قطع السيارات الكورية، عن مؤسسات أخرى بنفس المجال، مع احترام للجميع؟ الله يخليك. نعم. إحنا والله بنتميز يعني بنعطي، بنحاول أقل سعر للزبون ومنأمن أفضل يعني قطعة يعني تكون جودتها عالية، ويعني تكون تخدم الزبون يعني يركبها يحس يشعر انه يعني استفاد من قطعتنا يعني. جميل جميل. كيف ترى تطور هذا القطاع، قطاع السيارات بشكل عام، هل هو متطور بشكل ملحوظ؟ والله ان شاء الله هو يعني متطور، وفي يعني يوجد لديكم مشاكل معوقات تواجه هذا القطاع؟ والله الحمد لله مشاكل ما في، لا طالما الامور قانونية والعمل الحمد لله ما في. الحمد لله. يعني كشاب من فرسان التغيير أبو عزام، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لهذه المؤسسة؟ أكيد لك طموحات شتى. الله يخليك. والله أنا إن شاء الله طموحي يعني نتوسع تشكيلة أنواع السيارات الحديثة أكثر، اللي هي بتشمل الهايبرد، وإن شاء الله يعني لقدام شوي يعني حسب طلب السوق. يعني لسه السيارات الحديثة زي يعني ما بتعرف لسه ما بتحتاج تغيير قطع أو تبديل، يعني بتواكبوا العصر ما شاء الله. إن شاء الله. نعم نعم. نتمنى لك التوفيق والنجاح. الله يخليك. شو بتحب توجه رسالة لكل شاب صناعي؟ أكيد في شباب بتجهوا لهذه. والله نعم تفضل. أنا بوجه رسالة يعني إنه من جد وجد يعني، والشغل مش عيب للشباب يعني. نعم. أكيد من جد وجد. أكيد ومن صار على الدرب وصل. سيد أبو عزام، أكيد نحن نعيش منظومة نعمة أمن وأمان في ظل هذا القيادة الحكيمة. يعني لو قدر لك أن تقبلت مجلة القانون على جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، ماذا ستقول عبر هذه الشاشة أنت كشاب من فرسان التغيير؟ والله أنا بدي أشكره صراحة من الأعماق، يعني شكر أكيد خاص جدا يعني على نعمة الأمن والأمان الحمد لله بفضل الله، وطبعا اللي هي بظل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. أكيد الحمد أكيد لله رب العالمين. يعني إحنا منسافر وبنطلع برا البلد، أهلنا بضلوا في بيوتنا في أمان، أولادنا كذا لله. والحمد لله رب العالمين. وحماة الوطن العين الساهرة الله يعطيهم العافية. والعين الساهرة برضو منشكرهم من الأعماق، يعني العين الساهرة في حفظ الوطن وأمن المواطن. أكيد كلنا جنود لهذا الوطن، الله يديم ويعم الخير على كافة بلاد المسلمين، مدى مجد الاستقرار ومجد الاستثمار. يعني سيد أبو عزام، إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. أكيد. إن شاء الله يا رب. شو تحب توجه رسالة للسادة المشاهدين؟ ان شاء الله انا بوجه رساله للساده المشاهدين، تحيه شكر كبيره
لكل المشاهدين. أكيد إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع وكل عام وأنتم بخير. سيد أبو عزام، حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع هذه المؤسسة العريقة والمرموقة، مؤسسة عزام لتجارة قطع السيارات الكورية. أكيد لديكم صفحة أيضا على الويب سايت على الفيسبوك، يا ريت تذكروها عبر هذه الشاشة. تفضل. إحنا والله موقعنا بالقواسمة بالقرب من دوار القواسمة، مؤسسة عزام معروفين، وتليفونات 0795954456. نعم، وأرقام الهاتف تظهر على الشاشة. هل لديكم صفحة على الويب سايت أو الفيسبوك؟ لا والله صراحة على الفيسبوك بدليل الأعمال والتجارة الأردني في لنا صفحة نفس الاسم مؤسسة نفس الاسم عزام. أكيد عزام. أكيد أرقام الهاتف تظهر على الشاشة. أتمنى لك التوفيق سيد أبو عزام. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لشاب من فرسان التغيير وهو السيد أبو عزام صاحب مؤسسة عزام لتجارة قطع السيارات الكورية في منطقة القواسمة. نتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا لكم كثير، تشرفنا فيكم. الله يخليك. هذا الأردن أردننا وأغلى من الروح تراه.